السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. I'm so happy to be back in Morocco. It always fills me with great joy. This country has got such a deep commitment to football development in Morocco, but also to football development in Africa. It has always filled me with great gratitude to see how Morocco has been helping and assisting. I must say that it fills me with pride to see the investment that has been made in many countries in Africa, but also the significant investments that have been made in Morocco. And it shows the results that is forthcoming and the quality. We should be proud because the quality of our women's football every year is improving. So I welcome the request to host the AFCON from Morocco. We've received several other requests, and I think it's going to be the most successful. I came today from Côte d'Ivoire. We've signed an agreement, and I must say, Prime Minister, the President, the people of Côte d'Ivoire, very excited, very committed, and I'm confident that the AFCON of 2025 will also be a huge success. A gratitude to see how Morocco has been helping and assisting. I must say that it fills me with pride to see the investment that has been made in many countries in Africa, but also the significant investments that have been made in Morocco, and it shows the results that is forthcoming and the quality. We should be proud because the quality of our women's football every year is improving. So I welcome the request to host the AFCON from Morocco. We've received several other requests, and I think it's going to be the most successful. I came today from Côte d'Ivoire. We've signed an agreement, and I must say, Prime Minister, the President, the people of Côte d'Ivoire, very excited, very committed, and I'm confident that the AFCON of 2025 will also be a huge success. يرحب موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي بالمغرب كدولة منظمة لكأس افريقيا 2025، وراح تكون دورة ناجحة بامتياز. وراحوا اللي كانوا يقولوا موتسيبي ضمن نادرناه في الجيب، موتسيبي راه في الجيب، مدام زار الجزائر راه في الجيب، اوفيسيال وقال حزفزاف. وما من جهة هذه يفوز لي فوار اتري كور تيرم سي كوا لا ديبلوماسي سبورتيف اما مانيير فوزالي لافوار. راح نرجع الدبلوماسية على الطريقة تاعي، والفيديو موجود صوت وصورة. قالها زفزاف، قال رجح الجزائر ورجع المنتخبات الوطنية والمنتخب الوطني والدبلوماسية على طريقة تاعي. طريقة تاعك روح مع موتسيبي كيفاه دركا، قلت له اخي موتسيبي خلاص في الجيب، او قال لك موتسيبي ما فيهاش. ماذا بيا، ورحب بالمغرب انه ينظم كاس افريقيا 2025 وراح يكون من انجح الدورات. هل المغرب ترشح ولا لا؟ الى ما ترشحش المغرب الكاس افريقيا 2025 راهو عندنا امل كبير للدوحة. الى ما ترشحش المغرب اللي كان 2025 كاس افريقيا 2025 ما حبش يترشح المغرب، قال ما نترشحش، عندنا امل كبير كبير ندوها، ندو كاس افريقيا 2025. ماشي دبلوماسيه وقفازه وشطاره، لان ما عندنا والو. احنا اضعف الاتحادات الافريقيه من 2017 وربح لهم، ما عندنا ولا نفوذ، ما عندنا ولا قوه، ما عندنا والو. شكون معكم صراحه؟ الى المغرب ترشح باي باي. وانا ليا رايي هذا الخاص، على كل حال نعطي وجهه نظر نتاعي. إذا ترشح المغرب من الأحسن ما نترشحش، لأنني راح نخسر، راح نخسر وراح نتبهدل، راح نتبهدل. من الأحسن ما نترشحش. إذا حبينا
نتبادلوا ونترشحوا. انا نقول في حاله واحده فقط، في حاله واحده لو المغرب ما يترشحش عندنا امل لدو كاس افريقيا 2025 في بلادنا. الى ترشح المغرب وكلام موتسيبي في الرباط سمعتوه، وقلت لكم سابقا راه ما تسدوش الهضره على موتسيبي وقربالكم ثوره مونديلا والجزائر وحنا والجزائر وكذا وملاعب، قلت لكم ما تشدوش على الهضره هذه. ما ننساش ايضا الثناء على المغرب منذ البدايه، المغرب وتطور اقتصاد والمنشآت ونهضة كبيرة في إفريقيا بسبب المغرب، وشفت البداية الكلمة الترحيبية، والمغرب ساعدت إفريقيا وساعدت الكاف وروح روح روح. هم استثمروا، المغرب استثمروا، جابوا رئيس اتحادية قوي. إذن هذه هي تدريب ولا الإطار الفني يكون عنده كفاءة ومستوى، وحده ما يقدر يدير والو في إفريقيا، لازم تكون عنده اتحادية قوية، اتحادية اللي تساعده، اتحادية للدافع عليه، اتحادية اللي هذه هي الكواليس اللي حبيت ولا كرهت. افريقيا كيماك بخدمة كيماك حبيت ولا بغم ولا ما حبيتش، افريقيا تاع كواليس اللي تقدر تجيب له حقه وتخدم مليح في الكواليس. كي يقول تخدم مليح في الكواليس مانيش نهضر على البيع والشراء والاربيطة يكون معانا، لازم يكون حكم حيادي يدير لك ماتش كوركت، ما يجيش معاك وما يجيش ضدك. هذه هي افريقيا خويا، مانيش نقول اشتري الحكام باش يجوا كل معانا يعطونا لي بيلونتي، لا كلامي واضح. هذه هي التسيير، ما عندكش رجال تسيير واللي يجيبوا لك حقك في الكاف، مهما تكون اسمك مدرب كبير وطاكتيك وعالمي ما تقدر تدير والو. ويعود عندك رئيس اتحادية قوي، موش رئيس اتحادية تاع الغازون، رئيس اتحادية اللي يشوف الغازون مليح ولا مش مليح، هذه مش خدمة رئيس اتحادية. هذه شتو مستوى ونهبط. موتسيبي كلامه زلزال انا بالنسبه لي، لو يترشح المغرب راح يديها. كلام واضح موتسيبي راه يعطيكم الاجابات لا لف ولا دوران، قال لك تترشح المغرب راح تكون احسن دوره، وارحب بترشح المغرب. ها واش عايزك اكثر من هاك؟ بالترجمه عجبناها لك. السيد كان صريح، السيد كان صريح، ابقاو انتم غنوا جبنا موتسيبي جبناه معانا وديروا معاه سيلفيو. ها قال لك انا نرحب بترشح المغرب، لو جاب المغرب يترشح انا ارحب به وراح تكون دوره من احسن الدورات. افهموا درك قد بزاف زوز حلول، يا اما اذا ترشح المغرب، نحكي اذا ترشح المغرب، يا اما ينسحب ومن احسن باش ما نعودوش في فضائح ومشاكل ننسحبوا خير ما نترشحوش، يا اما الحاله الثانيه يتكلم يحضر مع المغرب ويتصل معها مع المسؤولين مع الاقجع، يا لقجع خلينا ندو الكوب دافريك وبعد عليها والله شوف كيف يتفاوض معك كرئيس اتحادي مع رئيس اتحادية. وكاين حل ثالث، هذه للصدف نخلوها للوقت والصدف، فلربما المغرب ما يترشحش، ما يبغيش ترجع كاس افريقيا، هذه في مصالحنا، الا ترشح صعبت علينا شو كونوا صراحة. اذا هذه خوتي التصريح تاع موسيبي زلزال، بالنسبة لي زلزال، وهذه كنت نقول عليها منذ 4 سنوات. لازمنا نكونوا أقوياء في الكاف، لازمنا رجال أقوياء في الكاف، لازمنا رجال يكونوا في الاتحادية أقوياء، ماهمش رجال تاع غازون وفيريفيو في الغازون. ميساج واضح، ميساج واضح، أدرو صراحة. هذه هي الأقجاع يواصل، يواصل في إذلال الكاف، أعلى هيئة كروية في إفريقيا، يواصل في إذلال الكاف. يجيك موتسيبي يقول لك راني أرحب، راني أرحب بالمغرب باش يترشح وراح يكون من أحسن الدورات في إفريقيا. شتو كيفاه موتسيبي داروه خاتم، موتسيبي داروه المغاربة خاتم في صباحهم. هذه هي خويا الرجل المناسب في المكان المناسب. أما رئيس اتحادية ضعيف، لا المغرب ما يبغيش يجيب رئيس اتحادية ضعيف، يبغي رئيس اتحادية قوي. هذا الفرق اللي بيننا وبينهم، النتيجة كم تعرفها. إذن في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.